ثقافته تبقى موجودة عندنا. مش هنخش في نقاش ان ده حصل او ما حصلش، او ان كان حصل حصل بشكل كامل ولا لا، او بشكل جيد او مثالي ولا لا. فانت بقيت عندك مسخ في شكل اقتصادك. مسخ يعني ايه؟ يعني حاجة مش واضحة كده. ناس كتير عايزة انك انت تحل المسائل من منظور زي انك تحيي القطاع الاعمال مرة تانية وتحيي القطاع العام مرة تانية، وشكل تاني بيقولك لو سمحت اطلق بقى آليات السوق وخلي الاقتصاد الحر هو اللي يتحرك ويقود التنمية. احنا لما جينا يعني كان تصوري ان احنا نعمل آليات سوق حر صحيح، ولكن اعمل لها يعني زي فترة انتقالية بفر كده بين الفترة دي اللي هي اللي فيها آليات سوق وانتوا شايفينها دلوقتي يا مصريين، اللي بيقدر يبيع كيلو رز بعشرين جنيه هيبيعه. هو اللي بيبيعه ده مش مصري؟ اه. طب هو مش حاسس بالناس اللي هي ظروفها صعبة بالنسبة للي بيكسبوا الفلوس؟ لا. وإلا يبقى احنا مش عارفين الناس اللي معاها فلوس بتعمل ايه. انا مش ضد حد والله خالص، بس عايز افهمكم ان المال ده يعني الناس بتحبه. قالوا المال والبنون. قال ايه يا فندم؟ المال والبنون. فهو يكسب وبس. طب اهله تعبانين معهم ربنا بقى.